الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن بالقسم الأول من هذا المتن المبارك، وقلنا أن القسم الأول فيه المقدمة، والمقدمة فيها عنوان السعادة. نعم. أول عميل الكتاب قادم الله صلى الله عليه وسلم ونفسك من له قسم أسباب السعادة من الله في عمل قرنه. نعم. المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء للطالب والدعاء للقارئ. نعم. مقدمة ما تقول استعانة لكر لي دعاء يعني بدار سيب لاقي أو شيخ لاقي دوسو سامي لاقي دعاء دعا الله سبحانه وتعالى أن تكون من أولياء، يعني من أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. لكر لي دعاء رباسا كي بدار سيب شيخ دعاء أنا الله كو أولياء مديهم. من هم أولياء الله؟ أولياء الله من يقول. من؟ يقول من يقول من يتق الله. أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. نعم. ونسك أولياء الله من أولياء الله من سن دست إيمان وتقوى تجلي جمع برس. نعم. والدليل قول الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. إذن أولياء الله أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. نعم. أولياء الله من يتقوى من يقول إيمان والتقوى جمع من أولياء الله ودسك تريده هم يتقي الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. دسك تريده الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني تصل إيمان والتقوى جمع من أولياء الله. نعم. ولهذا لابد أن تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كيف هذا ضروري ثم تكون سيكون عندي مدرسة كاملة شيطان كأولياء الله كأولياء مدرسة فرقهم. لو وجدنا إنسان يشرب الخمور. يعني عملة يكون إيمان سكيد يسوق أولياء شراب وصلاة رقص خمسة. ينام بين القبور. قبستان مفتوسة. لا يأتي بالطاعات ويأتي بالمحرمات والمنكرات. هذا ولي لا شك في ولايته. هذا ولي يعني يوم استمعت ولي لكن من أولياء الشيطان. ترى يوم ولي قصده شيطان الولي من أولياء الرحمن لابد أن يجمع بين الإيمان والتقوى. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسباب السعادة، كيف تكون سعيدا؟ إذا أردت قال أن تكون سعيدا لابد أن تكون حال السراء، حال النعمة، حال الرخاء شاكر. وعند المصيبة صابر وعند المعصية مستقبل. هذه الثلاثة هي عنوان السعادة. تنظر إليه إلى الإنسان حال النعمة تجد الشاكر. يعني تبى تقولي ما نسيت كون هو سيدي وسنت سندش كده أتوا أعلم ما غني هونه أعلم ما ودي الله كو كتير كتير كده بس. وعند المصيبة تجد صابر. ركشت ردوك ما هو صبر كده بس. وعند المعصية مستقبل. ركبت وتبى هاي ولا الله سبحانه وتعالى بس استقبل بس. نعم. أولا النعمة، هل النعمة ابتلاء؟ نعم أم لا؟ من يعرف؟ سؤال نفسك الله لي دون نعمة أخا أنقرأ أبنى بكرة لي دون نفسك كيف ابتلاء يعني أسمعش بكرة أوكي وإلا وإلا كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي اختبار وامتحان لك. الله لي دون نفسك يسوي ما عنك أقول لك امتحان. كيف تنجح في هذا الامتحان؟ يسجانس ما عنك أسرين يعني كامي أقول لك. إذن النعم اختبار من الله سبحانه وتعالى للعباد. كيف ننجح في هذا الاختبار؟ ننجح في هذا الاختبار بأمرين.
قبل أن تأتي النعمة لابد أن نتعلق بالله لا بغيره. سبحانه وتعالى دعوة سكي الله هو أنكره باتا يعني الله هو أنكره لينا أننا بعدها دعوة سكي أمي كيس كورا لي الله طرفا يعني الله طرفا كيس بقوله كيس كورا كيس نعمة. يعني الآن يمشي بعض الناس أحيانا في الطريق نعم. جسدي يكوني ما أنسي باتا ما يمسن. ويفكر. رسول الله. يقول لو يتعرف علي الرئيس. أو أحد التجار أو أحد الوزراء أو أحد الأمراء أو أحد الملوك قال له يتعرف علي ويقول لي خذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت أو يعطيني مثلا شيك مفتوح رصيد كبير في البنك لاولے کر رہا تھا کہ تم یہ مال یس دھن بٹا جتی لینا سن سونے ہو رہا ہے اور اتھوا کوئی کوئی بینک میں یعنی چیک مفت ہوتا ہے یعنی چیک کھلا چیک ہوتا ہے تے اس میں کھلا چیک ہوتا ہے تے میں چیک میں لکھنا سوچتا ہوں کہ پیسے تان سے کتنی لکھنا سوچتا ہوں صحیح صحیح اكثر الناس على هذا يفكر صح ام لا سب يس تو تھا کہ کوئی راجہ لے اتھوا منتری لے اولے یس دیو دھن جتی دیو اتھوا چیک دیو کھلا چیک هل هذا التفكير والتعلق بغير الله صحيح او لا يو سوچ اتوا يو مانسي کو يو فکر يو سوچ يو الله نے چھوڑا اپ طرف اپنا من لاو کہ وہ الجنة تطلب من من جنة کو سنگ مانگی نطلب الجنة من من سر طلب من سن من الله لماذا هنا لماذا نطلب الجنة من الله ولا نطلب الجنة من غير الله لأن لا أحد يقدر على إعطاء الجنة إلا الله طيب الرزق يطلب من من؟ من الرئيس من الوزير من التاجر من الله إذا هذا الذي تفكر فيه هذا تعلق بغير الله ولهذا يعني تسمع بعض الناس يقول ماذا صنع لنا الحكام ماذا صنع لنا العلماء ماذا صنع لنا الأمراء ماذا تريد منهم هذا بشر لا تتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله نعم